خوتي الاعزاء، السلام عليكم، معكم شفاف بلاصيت. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لهاد الحلوه ديال مانتيكا. مانتيكا الاسباني كتطلع رائعه بزاف، كنتمنى ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقه، ودائما ان شاء الله راه غادي تصدق معكم هاد الحلوه بطريقه سهله. وهنايا هاد الكؤوس هادو اللي كتشوفوا، يعني راهم بحال كؤوس ديال العنبه، ولكن الا عمرتهم كياخذوا بزاف. هنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا الدقيق، عندي 350 غرام، عندي بيضه واحده، عندي واحد 150 غرام ديال السكر كلاص، السكر يعني العادي، وعندي واحد 150 غرام ديال اللوز مطحون، وعندي واحد القليل من بودرة ديال الفانيل، تعمل واحد جوج ديال الساشيات ديال الفانيل، وواحد خبصة ديال الملح، وكسميتو على حسب الزيت غادي نعملو 250 غرام ديال الزيت. هنايا كنعملو هاد المكونات وكنخلطوهم مزيان مزيان كما كتلاحظوا، يعني بطريقة سهلة. وهنايا الله يجازيكم الخير، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والبارتاج، اللي ما مشتركش كنتمنى ان شاء الله يشترك، فضلا وليس امرا وشكرا لكم. وهنايا كما كتلاحظوا هنايا الكؤوس يعني كياخذوا بزاف، والكيسان ديال العنبه كياخذوا 100 غرام. وهنايا ما خصناش يعني نكثروا من الدقيق بزاف باش ما تجيناش يعني مرمله بزاف، ما غاديش تصلح يعني تمتسك مع بعضياتها. هادي كنخليوها يعني الشكل ديالها بحال بحال الشكل ديال سلو، كيكون سلو اللي كيكون مرمل وشاحت، يعني بحال شكل الدقيق ديال سلو. انتم غادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله. وهنايا دائما تبقى تمشيو على حسب الدقيق، الا كان كيشرب بزاف ما تعملوش بزاف، يعني غادي تشوفوا العجينه انتما بحال دابا هكذا مازال خصها الدقيق. هنايا كنخلطو مزيان مزيان كما كتلاحظوا، حتى كنشربوا لها هاد الدقيق كامل، يعني شويه بشويه. وهنايا قال الاخوان اللي كانوا طلبوا لي هاد المانتيكا، يعني من نواحي ديال الناظور والحسيمه. وهاد الحلوة هادي تقريبا راه معروفة غير في الشمال، يعني الناظور، الحسيمة، طنجة، تطوان، هادو هما المناطق اللي معروفة فيهم هاد الحلوة، يعني حلوة الأصل ديالها إسبانيا، الأصل ديالها سبانيولي. هانتوما كيما كتلاحظوا كنخلطوا مزيان هاد المكونات، يعني كنمشيو معاها غير بشوية. هنا راه كنزرب الفيديو، هنايا حتى كنخلطو، الا عندكم الباتور يعني تعملوا داك الباليت وتخلطوا بشويه حتى يعني تجمع لكم هاد العجين. هنايا كما كتلاحظوا بدون زبده، وهنايا كنعملوها بهذه الطريقه، كنبقى نجمعوها ونقادوها. والا عندكم شي سيركل بحال مثلا دوك ديال لي طارت كتلقاها غير باندا، كنعمرو فيها في وسطها وكندقشو مزيان، كندقو يعني بحال خص يعني يكون بريسي مزيان، يعني بحال هكذا. هانتوما كما كتلاحظوا يعني كيجي مبريسي مزيان مزيان، باش ملي كنقطعو بالمونت بياس ما كيتشتتش لينا، يعني كيبقى هادي هي الحلوه اللي كدار يعني بها المانتيكا. هاد المانتيكا الاغلبيه الاسبان كاين اللي كيخدموها بالدهون، وكيبقاو يكتبوا عليها مثلا حلال ولا هادي، وكاين الناس اللي ما كيبغيوش ياكلوها، كيقول لك راه كيعملوها بالدهون ديال الحلوف ولا وكنقدوها مزيان بهاد المطلق هذا، بهاد الدلاك كنطلقوها مزيان مزيان، يعني كيكون فيها فلالو ديالها راه كيكون فيها تقريبا واحد جوج ديال سنتيم اونص في العلو ديالها، يعني كيخصها تكون عاليه،
ما خصناش نجيبوها رقيقه ولا بحال شكل الصابلي ولا لا، كي خصها تكون في العلو ديالها راه تكون فيها واحد جوج ديال السنتيم اونص. وهنايا كنقطعوها بمونط بياس اللي حبينا، ويكون سامبل بلا ما نعملوا لي ماشي داك المسنن، يعني غير سامبل كما كتلاحظوا. ونجيبوا واحد اللاطا بحال هكذا ونقادوا فيها هاد المنطقه ديالنا، وكنوجدوا هنايا كنعملوا شويه ديال البيض بحال هكذا، بيضه كنخلطوها مزيان وكندهنوا بها، وكنجيبوا هاد اللوز ديالنا وكنعملوا عليها من الفوق. لابد نعملوا ليها اللوز من الفوق، وإلا عملتوها بالكاوكاو بفول سوداني يمكن لكم تعملوها بالكاوكاو، يعني خاصها تكون كامله. وهنايا كنجيبوا هاد المونت بياس بحال هكذا، وكناخذوا الحلوه ديالنا بكل سهوله. انتم شفتوا العلو ديالها بحال هكذا خاصها تكون. وهنايا راه ما كتخمرش هي ولا كتزيد في الاخر في الخميره ولا. وهنايا هاد الاطراف كنجمعوها بنفس الطريقه، وعاوتاني كنقادوها بنفس الطريقه ونقطعوها بنفس الطريقه حتى نجمعوا العجينه ديالنا كامله، ما تشيط لنا حتى شي حاجه. الا شط شي حاجه قليله كتحطوها تما حتى هي طيبوها ما تخليوهاش. وانتما كما كتلاحظوا هنايا على حسب الفرن، ان شاء الله الفرن كنطيبو على 160 165 درجه، كنخليوها كطيب على خاطرها، يعني غير شويه غير كتنشف كنزولوها، ماشي كنخليوها حتى كطيب، يعني باش ملي كتجي كتاكلها كتلقاها يعني كتفرتت لك في اليد تقريبا. هنايا راه كتجي فتيه بزاف، يعني فتيه الى اقصى درجه. وهنايا دابا ان شاء الله غادي نديها للفرن كما قلت لكم على 165 حتى 170 درجه. وانتم من بعد ما طابت شوفوا الشكل ديالها النهائي كيفاش كيجي، وكتجي رائعه. وهنايا مثلا يمكن لكم تعملوها في لومبالاج، تعملوها على حسب البيع. شوفوا الشكل ديالها يعني كتبقى هكذاك، ما فيهاش الخميره اللي غادي تزلع ولا، كتبقى بالشكل ديالها. وهنايا ها لومبالاج بحال هذا يمكن لكم تعملوها، كتبيعوا مثلا على حسب الثمن. كاين اللي كيبيع بثلاثة دراهم الحبه، كاين اللي كيبيع بجوج دراهم ونص، يعني لكم الاختيار وعلى حسب الاثمنه اللي باش كتباع عندكم تما في المنطقه ديالكم. وهنايا كتجي رائعه بزاف. انتم غادي نقطعوا شي حبه ان شاء الله وغادي نشوفوها من الداخل. هنايا كتجي رائعه بزاف، انتم شوفوا ان شاء الله غادي نشوفوا الداخل ديالها. بسم الله على بركه الله، انتم شفتوا الشكل ديالها من الداخل. وهنايا كتجي فتيه وعاد راه باقه يعني سخونه حتى تبرد، وكتزيد كتبرد مزيان. يلا شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.